طبعا بيعمل هنا دي الجلبة الجرية عشان يلضم الخط تاني في بعضه. سبعة وأربعين من اللي فين؟ قيمة لحام من الوش دي قيمة لحام؟ 47 46 يا اسطى محمود، نقصها سنتي عشان خاطر يخش معاك مستريح. ماشي ماشي. دلوقتي احنا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بنوصل الخطين ببعض، دي جلبه جرايه اصلاح سمارت، افضل جلبه اصلاح موجوده في السوق. سيبك انت بقى من اللي بيقول لك الجوان القصه دي كلها. مفيش فوق يا ابراهيم. لا 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 اقطع من دي، لا مفيش. انزل هات من تحت اهو. طبعا بصوا هنا ده كده الخط طالع عوج ازاي، ده برضو فرق ما بين الشغل ده مع الشغل ده. هو طبعا المسافات بعيدة بالافيز والافيز. ده احنا اهو الاستاذ ابراهيم بيصبح ويمسي على كل الناس محبين الجروب. صبح الناس عم ابراهيم. انا اهو الشبكة اهي. طب بص هناك في ايه؟ 46 4 بوصة. طبعا الاستاذ ابراهيم اهو بيعمل المفصلة وعمل بينزل بجلبة الاصلاح. الله ينور استاذ ابراهيم ابو زياد، علم من اعلام المطرية. تمام كده استاذ ابراهيم، شعب مصر بيحييك وبيقول لك كل سنة طيب. شكرا، ان شاء الله يا رب نقول اعجابكم. ولسه باذن الله هنزل بقى انا اكمل الوصله التانيه دي.